أعتقد أنه بالنسبة لزعيم مثل فرحة حشاد من حق التونسيين أن يطالبوا بمعرفة الحقيقة بكامل تفاصيلها، ومن حق التونسيين أن يطالبوا باعتذار كلي وكامل وواضح، وأن يطالبوا فرنسا بتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن اغتيال الزعيم فرحة حشاد دون أن يكون الأمر متعلقا بحسابات سياسية ضيقة. كيف هبطوا القرقنة باش يهزوه عام 55 ويجيبوه لتونس وقت أحمد بن صالح هو على رأس الاتحاد، هو موجود على رأس الاتحاد أحمد بن صالح، وقت اللي جاوا يطلعوه من القبار في الصندوق قالوا له أهبط أنت القبار باش تطلع، وخرج الجثمان إنسان شده من جهة من رأسه وشده من ساقيه كامل إلى درجة ويمشيوا يدحرجوا بشوية باش يلحقوا. مشيت أنا شفت جبين تاعو وشفت الضربة نتاع الفرفر هنا موجودة بزيت الدم، يعني آثار الدم. قبلت الجبين وشاء معناها شيء بهت 3 سنوات والراجل كم كيف عرى عليه باش يحاولوه في صندوق آخر، يلقاوه الدبش اللي تحط فوقه 3 سنين كيف ما نهار اللي حطوا الملحفة بيضة القلقان القطن ما توسخش، ويضحك قال لهم يا رسول الله الراجل داخل قبل ما يطلعوا بوس القبر داخل أحمد بن صالح واللي شافوا الكل داخل. متفكر عبد العزيز بوراوي كان حاضر طح هزوه كره داخل ما جيتش عليه كان ورق يقول لهم يضحك راهو يضحك. تصور في عقلك مني خرجنا وصلنا لصفاقس حتى لهنا نجم نقول لك ما تعداتش دقيقة بدون جماهير كانوا بات البارح شيء خارق العادة. تصور لك واحد فاش وصلنا لهنا معنا. وصلنا حطيناه في الساحة متاع داخل الاتحاد والسلسبيلة بط الليل كل من الناس في الليل وعقب الليل وفي الصباح يقرأوا الفاتحة لي. هذه الصورة لها قيمة أثرية يرجع تصويرها إلى سنة 1952 بعض أسابيع بعد اغتيال صاحبها فرحات حشاد، وهي تمثل فرحات حشاد، هي صورة زيتية وهي من أثمن ما اعتز به في هذا البيت الذي فيه بعض الصور الأخرى، ولكنها أثمن ما عندنا من يعني ليست ذكرى فقط وإنما كأنما فيه نوع من الحضور لفرحات بيننا بينما كان حاضرا في هذا البيت. حشاد ولد سنة 1914 بجزيرة قرقنة، قرقنة توجد في السواحل التونسية قريبة من مدينة صفاقس، وهو في ولد في وسط فقير في وسط صيادين من عائلة بسيطة. فرحات كان منبثق من طبقة شعبية في جزيرة قرقنة، ابن صياد سمك، وداره معنا كانت من أبسط المساكن في
جزيرة قرقنا. سي فرحات الله يرحمه كانت عنده موهبة من الله حيت هو صغير. أونديريك اللي ني يعني تولد قائد. فهمتش؟ واللي يقولوا جماعة يمشوا به. هو خداش الشهادة الابتدائية، ما خداش لا حتى شيء. خداش الشهادة الابتدائية في قرقنا. وخرج يخدم في سوسة. ككل أبناء الشعب أو أغلبهم لم ينجح في إتمام تعليمه وأنهى المرحلة الابتدائية ثم التحق بسوق الشغل مبكرا، وهذا الذي نمى لديه هذا الوعي الشديد بمشاكل ومعاناة الطبقة الكادحة. وكنا نسكن في صفاقس في دار بلاش ضوء، الخدمة الكل خدمها هو قاعد على ميدة وعلى جيزة، تحضيرات المناشير والتكوين الكل تاع النقابة المستقلة. فهو كان عنده قبل سيئة قلم سيئة كبير ياسر. سي فرحات كان من الناس، حتى سمعت حتى في العائلة كان أماري أمبير إكسيبسيونيل، فريق شيء آخر. أنا عشت معها 9 سنين، ما ريتوش نهار كش عليا ولا عمل هكا مني، معزة كبيرة 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 فوق القيمة. عقل ياسر فرحات حشد، ثم ما عندوش روابط، ما عندوش روابط ثقافيه مع الفرنسيس ولا مع الانجليز ولا مع ما عندوش روابط. فرحات عشان التونسي، فرحات عشان ما عندوش حتى الروابط الجهويه اللي يستعملوا فيها برشا والعياذ بالله ابدا. انسان بالمعنى الكامل. ولكن في ذلك الوقت كان يتكون شخصيا بالمطالعه بالقراءه يعني التكون السياسي والتكون العمالي. فحينئذ هذا الشخص صعد من الأسفل إلى الأعلى، من داره في قرخنا إلى الأمم المتحدة في نيويورك وإلى مجتمع المنظمة العالمية للنقابات الحرة في بروكسل أو في فلورنس. هو إنسان عصامي، تكوينه الأساسي تلقاه على أيدي زعماء الكونفدرالية العامة للشغل سي جي تي، كبار النقابيين الاشتراكيين الفرنسيين، أيضا من خلال الاطلاع على أدبيات الحركة الوطنية، صحف الحركة الوطنية. هذا صعود يعني، وصعود كان صعود عن جدارة، ليس صعود يعني بدفع أو بإعانة أو بأكتاف كما نقول في تونس أو غيرها، بينما كان لكفاءاته الشخصية ولقدراته الشخصية، فلهذا كان محبوب لدى الشعب. هو شهيد ومخلص ولطيف، كل الصفات فيه، كل الصفات البهين فيه موجودين، ومن دنيته لجنته من عمره اللي فيه دمش ليه، يسخف على الناس الكل، يحب الناس الكل. فعلياً ما الذي أحدثه حشاد على الساحة النقابية الوطنية التونسية؟ هو حشاد أحدث يعني ما يمكن أن نسميه بلغة اليوم زلزالاً سياسياً، منطلق أنه كان هناك قطاع كبير من الناس غير حساسين جداً للعمل الوطني، وحشاد وتأسيس الاتحاد عام تونسي الشغل جاء في إطار جلب فئات مختلفة لساحة العمل الوطني، وهو الدور الذي اطلع به الحزب الحر الدستوري الجديد تلك الفترة، وخاصة على يد أمينه العام آنذاك صالح بن يوسف. إذا اعتبرنا حركة الشباب التونسي هي أول أجيال الحركة الوطنية،
وثم الحزب الحر الدستوري بزعامة الثعالبي، ثم الحزب الدستوري بزعامة الحبيب بورقيبة. فرحت حشاد يمثل الجيل الرابع من أجيال هذه الحركة، وهو باعتباره رئيس الاتحاد الشغالين هو رمز لالتحاق هذه الفئة الواسعة بالحركة الوطنية. وهذا الالتحاق مثل سببا أساسيا من أسباب تحرير وانتصار هذه الحركة في الأخير. كان من مقاصد فرحات حشاد أنه يجعل الحركة العمالية قائمة في صلب المجتمع المدني، لكن منفصلة، لا انفصال عضوي وانفصال تمييز، وإنما انفصال مصالح وانفصال مقاصد. وهذا ما جعل بناء المجتمع المدني من آثار الحركة العمالية ومن آثار فرحات حشاد ومن ثمار نظرته المستقبلية. فك الفترة هذيك كان الرأس المدبر والرأس المنفذ في داخل تونس. سنة 1936 سوف يدخل الميدان العمل النقابي ويصبح نقابي في الكونفدرالية العامة للشغل أنذاك المحلي، أي الاتحاد المحلي الموجود في تونس. والكونفدرالية العامة للشغل هي نقابة فرنسية موجودة في تونس، الفرع منها في تونس. لا يمكن أن تنادي بتحرر العمال في وطن مستعبد، وهذه النظرية في الحقيقة هي النظرية التي تتبناها حشاد فيما بعد. تكوينه النقابي تلقاه على يد الاشتراكيين، واساسا انذاك الاشتراكيين في صلب اذا السي جي تي، جامعه عموم العماله الفرنسيه بطبيعه الحال، تلقاه على يد زعيمها انذاك بوزانكي. حتى ان فرحات حشاد عندما تكونت او ظهرت جامعة عموم العمل التونسية الثانية في سنوات 36 37 38 لم ينضمها إليها، وإنما بقي في السي جي تي، أي أن توجهه الاشتراكي أو تأثره بالاشتراكية غلب على أي نزعة وطنية. فحشاد جاء من إطار اشتراكي، من إطار عمل نقابي متأثر بالتجربة الاشتراكية، ولم يكن بالإمكان أن يتطور لديه الحس الوطني وأن يبقى في نفس الإطار في نفس الوقت. يعني الخروج عن الاشتراكيين كان أمراً أساسياً لمن غير نظرته للجانب الوطني والجانب القومي. سيجد نفسه فرحات حشاد خاصة بعد تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل أقرب إلى عنصر آخر كان يشكل، ونستطيع أن نقول قبل اتحاد الشغل كان يشكل مع بوزانكي ثنائي، فأصبح هذا الثنائي بعد تأسيس اتحاد الشغل هو بينه وبين الشيخ الفاضل بن عاشور. استدعى حشاد للشيخ محمد الفاضل بن عاشور وبقية المشايخ لحضور المؤتمر التأسيسي للاتحاد، ومن ثم انتخاب الشيخ محمد الفاضل رئيسا شرفيا للاتحاد. يدخل في محاولة حشاد تحقيق أوسع ما يمكن من الإجماع الوطني حول النقابة الوليدة. التغيير الكبير حصل في ذهن حشاد قبل أن يحصل في الواقع، وهو أن حشاد طيلة الفترة التي سبقت انضمامه أو تزاعمه لتجربة تأسيس الاتحاد عن الشغل كان ينشط في إطار الاشتراكيين، ونعرف أنه بالنسبة للفكرة الاشتراكية الجانب القومي أو الجانب الوطني هو جانب ثانوي، الأساسي هو التقسيم إلى الطبقات والنضال الطبقي والنضال بين العمال وبين رأس المال. يكاد يكون يملأ الفراغ كله، وهذا خطر أقول صراحة على أهلنا، بعض من أهلنا، وخطر على الاستعمار. وباغتياله أمكن إرضاخ العرش والحصول على إمضاء الباي على اتفاقيات
52-53 التي كانت تقر بمبدأ ازدواجية السيادة بتونس. وقت المعركة متى تونس تخبوا في الديار، شكون قاعد في يقود في الحركة الوطنية؟ فرحات حشاب هو اللي قاعد يقود في الحركة الوطنية والحركة العملية، هو اللي قاعد يقود فيهم الاثنين. حشاد في 52-51 بعد إلقاء القبض على جل قيادات الحركة الوطنية بورقيبة وغيره أصبح هو القائد الفعلي للحركة الوطنية، أصبح القائد الفعلي في الميدان النقابي، في ميدان العمل الاجتماعي، وخاصة في العمل الوطني. هو حشاد أصبح رمزا لهذا الدور قبل أن يكون زعيم الاتحاد عبد التونسي الشوط، وأصبح رمزا للارتباط بين العمل النقابي والعمل الوطني. إذن هناك دلالات ومؤشرات عديدة تدل على أنه إذن ضالع في المقاومة المسلحة والتسليح المقاومين إذن في تلك الفترة. المقاومة المسلحة خلال ثورة 52 لم تكن مقاومة ممركزة، ليس هناك ما يثبت تاريخيا لحد الآن أنها كانت على علاقة عضوية بتنظيمات الحركة الوطنية سواء السياسية أو النقابية. هي حركة تلقائية تقدر تقول، مجموعات من الناس نظمت نفسها خلال مناطق البلاد، ويعني ارتبطت من حيث الهدف بالحركة الوطنية، ولكن ليس هناك ما يثبت ارتباطها العضوي بهذه الحركة. وبالاخر شي يقول لي في سو كو تو بو بور اكتيفي لو كوميرس دو بيمون، كيما قال لي المره في جواب اخر عندي الفلفل يحمد الفلفل، معناها عملوا حاجات، عملوا حاجات اللي في تونس مقاومه. عندي جواب فيه في الوسط الواحد تاعو بالفرنساوي هو الجواب، وفي الوسط قد كانت موجودة هنا الفلفل الفلفل. C'était le plus dangereux. Sur le plan politique, c'était le plus dangereux à Châte. C'est-à-dire qu'il entraînait beaucoup de monde et c'est lui qui aurait peut-être pris le pouvoir en Tunisie. Je l'ai vu dans Tunisie-France. Iftitahiya et un nom grand. Quand il était à Châte en Amérique, à San Francisco. J'étais à Francisco. وجاء بورقيبة، إذن كان بورقيبة هو يقع تعريف بورقيبة من وراء فرحات حشاد. ديانا فرحات حشاد إذن كانت له مكانة في إذ حضر إذن لقاءات السيزل، وكان هو معنا معروف إذن، وبورقيبة هو الذي إذن أصبح يقدمه فرحات حشاد إذن لتعريفي به أنا ذاك. و ما نقولش بين قوسين، ولكن لابد من التأكيد وأن فرحات حشاد في أمريكا لم يذهب فقط لحضور مؤتمر التوفيق بين النقابتين الأمريكيتين، بل أقام أكثر من أيام عديدة، وذهب إلى الكونسيل دو سيكوريتي مجلس الأمن، وذهب إلى بعض الشخصيات الأمريكية والشخصيات العالمية والدول حتى تقع لائحة في صالح تونس. دائما في المراحل الأخيرة من الاستعمار
عندما تقرر القوى المستعمرة الخروج أو بداية التفاوض مع الحركة الوطنية تقوم بعملية تنظيف للعناصر أو للزعامات التي تمثل خطر على مصالح هذه القوى أو التي لا يمكن التفاهم معها في مرحلة ما بعد الاستعمار. كان مجادلا وكان زعيما ميدانيا وكان زعيما قادرا على التنظيم والتعبئة، وكان بالإضافة إلى كل ذلك ذو شرعية تاريخية قديمة. حيث فرحات حشاد كان مثال أقدر أن أقول للتقوى الوطنية، هذا لم يؤخذ بحي، وهذا الذي جعله في مهب التهديد بالاغتيال. في الواقع التحذيرات من طرف اليد الحمراء بعثت برسائل لمختلف تقريبا العناصر الحركية في الحركة الوطنية تهددها بالاغتيال وبالقتل، بالاغتيال والقتل، ومنها حشاد في حد ذاته وصلته مراسلة ومكتوبة من طرف اليد الحمراء تهدده بالاغتيال إن لم يقع الكف عن المقاومة وإن لم يقع الكف إذن على الصمود. خرج الخبر في وسط البلاد كون اليد الحمراء مهدد فرحات حشاد. الخبر خرج، واحد يقول لواحد والناس تسمع، هذاك الخبر يدور. قالوا له جماعة الكل كيف الخبر هكاك شاع بكثرة يلزمنا ناخذوا احتياطنا. وشنو الاحتياط اللي خذوه؟ قالوا له يلزمك تخرج بالدار اللي هو ساكن فيها في بير طراز. هز عائلته زوجته وولاده الصغار ديهم السوسة. جاني قال لي لو كان تمشي بحدا أخوالي السوسة وأنا كل جمعة نجي نطلع عليك. قلت له عليه؟ قال لي عندي برشا خدمة وما طبيعي أنت ساعات نروح ساعات ما نروح ما تقعدش وحدك. قلت له أنا ما نسالش، اخدم على روحك ربي عينك وأنا في داري أنا وليداتي، خليني في داري. يوم جمعة 5 ديسمبر وكان يوم بغش يعني فيه مطر ورذاذ. رج من الدار ركب في السيارة بتاعه ومشى لتونس. تعرفوا وين عرضوه؟ أنا آخر شخص شفته. الرواية الوحيدة لعملية الاغتيال التي نملكها هي رواية البوليس الفرنسي التي نشرت وقتها ولم يسمح بالتثبت في هذه الرواية. تقول أنه حشاد انطلق من منزل في رادس نحو مقر الاتحاد في تونس العاصمة، وفي الطريق حول تقريبا في شوش رادس يعني قريبة من رادس، هذا كان على الساعة 7:30 صباحا، تلقته سيارة. Alors Hachette aurait été mitraillé dans sa voiture à un premier passage. Sa voiture est partie dans le ravin, quoi, sur le bas-côté, et la voiture est partie. Et lui, il s'en est sorti. والعملية الأولى تم إطلاق الرصاص من الخلف، كانت مضايقته أولا لإخراجه من الطريق في ككل، وإطلاق الرصاص عليه من الخلف على حشاد كان راكب في سيارته هذه الصغيرة المعروفة سيارة السمكة ككل، وأصيب وسقطت السيارة على جانبا، وكان تصورون أنه مات لكن خرج مجروحا. Il s'est traîné bien que mal jusque sur la route. Il a vu une autre voiture arriver. Il a fait signe. الرواية أيضا تقول أن هناك شاحنة قادمة من اتجاه معاكس توقفت لما رأت الاشتباك بين السيارتين، عرضت على حشاد
أخذي المستشفى العلاج، لكن يبدأ أنه مباشرة وصلت سيارة أخرى لأن العملية كانت مسطرة ومبرمجة كل العمل، والسيارة الأخرى أيضا تابعة كذلك اليد الحمراء، فالتقفته هذه المرة وقالوا لحشاد أنه سوف ينقلونه للمستشفى، لكنهم انتقلوا به إلى طريق آخر باتجاه نعسان، نعسان قريبة كذلك أيضا من تونس، وبعد تقريبا على بعد 8 كيلومترات وقع اغتياله. Et cette voiture qu'il a pris en charge, Ferhat Hached pensait qu'on allait le conduire à l'hôpital et eux l'ont terminé sur la route. Ils l'ont abattu et l'ont jeté dans un ravin. ورمي بجانب الطريق، وتبين فيما بعد أنه أطلق عليه الرصاص من طرف بمسدس المرة الأولى وكذلك بمتريات، وأطلق كمية كبيرة جدا من الرصاص، أكثر من 28 طلقة وجدت على السيارة، ثم كذلك طلقات كثيرة جدا وجدت عليه عندما وجد بنعسان مقتولا، أصيب في رأسه كما أصيب أيضا في رئته وأصيب في قلبه وأصيب أيضا في جنبه ككل، ويبدو أن موته كان بعد تقريبا هذه العملية بعد 5-6 دقائق فقط بعد هذا التشريح الذي تم. C'était un groupe. Il y avait un commissaire de police dans cette affaire-là. Et il y avait deux fonctionnaires de police sur quatre dans cette affaire. Oui, c'est ça, deux fonctionnaires de police sur quatre. C'est eux qui font l'attentat. هذا الحقد الكبير تبين في بعض عدد قلت الرصاصات التي وجدت في جثة الشهيد حشاد عندما وجد ملقى في طريق نعسان. Moi, je la trouve légitime. Moi, si c'était à refaire, je referais. هذا مكان يوم الاغتيال، كان يوم جمعة والمكتب ما يقراوش، قلنا احنا مكاتبنا كانوا الفرنساويين مكاتبهم تغلق نهار الخميس، واحنا مكاتبنا تغلق نهار الجمعة، نهارها ما عندناش مكتب، قاعدين في الدار بعد يمكن هكا درجة نصف ساعة، ساعة العرب، نسمعوا في ضجة في البلاد، وحياط وجري وكذا، اش ثم؟ خرجت. عليك باب الدار وخرجت نلقى واحد راجل يجري هابط يجري ماشي جهة بير الراس، قلت له اش ثم اش ثم؟ قال لي ما سمعتش، قلت له شنو مش نسمع؟ قال لي ما سمعتش فرحات ضربوه. احنا علمنا نصف النهار عند ولد خال اسمع الاذاعه بالفرنسويه، خبروا عليه في الاذاعه بالفرنسيه. دخل هو اللي جاب الاخبار وهو اللي قال. وقتها عاد قامت قيامه في سوسه كبيره ياسر. راهو العباد مش نحكي لك ما نجمش نحكي لك. لقيته يضحك وجهه قول عليه مش ميت، عينيه مسبلة وهو يضحك، شعره ممشوط يهبل، ملفوف في ملحفة، لفينه في ملحفة، علينا مضروب 4 كعبات رصاص من هنا، دخلوا لورا العلو من هنا، وكيف ما ماتش كملوا له كهبه في راسه. هذه هي الرواية الفرنسية، ولكنها بحاجة الإجابة على جملة من التساؤلات، منها لماذا منع حشاد من مغادرة البلاد؟ كان حشاد مستدعى في نفس الفترة لاجتماع الكونفدرالية العالمية في بلجيكا ورفضت الإقامة العامة منحه تأشيرة المغادرة. أيضا لماذا غادر المقيم العام البلاد في تلك الفترة؟ كان في فرنسا يوم عملية الاغتيال. أيضا لماذا قطع البوليس الفرنسي الطريق مباشرة بعد مرور سيارة حشاد؟ والسؤال الأكبر يبقى، لماذا تم نقل حشاد ليعدم في مكان آخر غير المكان الذي تعرض فيه للهجوم الأول؟ يعني ما الذي وقع بين استهداف سيارته في رادس والإعلان عن مقتله؟ هل قابل بعض الناس؟ هل عذب؟ هل سئل؟ هل حتى يتم إعدامه بتلك الطريقة؟ كل هذه التساؤلات
تجعل الرواية الفرنسية موضع شك كبير. كانت صدمة شخصية نفسية، ثم كانت صدمة وطنية باعتبار أن مكانة الرجل وما أعلمه من منزلته داخل البلاد وخارجها، بحيث كأنما أصبنا بيتم يتم جماعي في صبيحة ذلك اليوم. كان يساق هبط علينا، بالله العظيم كان يساق هبط علينا أكثر على الأقل. ويمكن القول أن اغتيال فرحة حشاد كان فاتحة سلسلة الأخطاء المميتة لفرنسا التي ستؤدي إلى خروجها من البلاد التونسية. حشاد وقع دفنه وبطريقة سرية تقريباً لم تحضر إلى العائلة، وقع دفنه يوم 6 ديسمبر 1952 وحول على متن باخرة حربية إلى قرقنة دون حضور أي شخص آخر مع دا العائلة فقط. دخلوا فرحة حشاد مش نغسلوه، وإحنا مش ندفنوه في الجبانة، مش ندفنوه في جنيننا. قامت حفارة متاع القبر يحفروا في الجنين، وبعد تالي دفنوه مش يدفنوه في الجنين، في الجنين متاعهم، في الجنين متاع دارهم، مش دفنوه في المقبرة العمومية، دفنوه في الجنين متاع دارهم. إذا اغتيال حشاد، أولا بالنسبة لتونس مباشرة بعد اغتياله أعلنت حالة الطوارئ. هي حالة الطوارئ معلنة في تونس منذ جانفي 1952، لكن تواصلت وشددت أكثر بعد اغتيال حشاد في 5 ديسمبر 1952. هو رد فعل شعبي عارم في جميع أنحاء البلاد، رد فعل يعني بالوجوم والصدمة، ثم بالمظاهرات والإضرابات التلقائية. الردود الفعل الكبيرة التي صارت مباشرة بعد الاغتيال هي صارت خارج تونس، وصارت مظاهرات كبيرة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية حتى لستوكهولم، وحتى كذلك أيضا لروسيا وغيرها، نظرا لقلت المكان التي كانت لحشاد كزعيم نقابي ومعروف بصورة عامة. طرقت مظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن الإضراب الجزئي هناك، مظاهرات في السويد وإضراب، وقيمت صلاة الغائب على روح الشهيد في مصر بحضور رئيس الجمهورية آنذاك محمد نجيب. شهدت كثير من البلدان العربية مجالس تأبين وعزاء للشهيد حشاد، حيث يندر أن تكون شخصية تونسية تم الانفعال بوفاتها واستشهادها كما وقع لحشاد. فما تونسي محسش عليه من اللي يقربوا واللي يبعدوا، واللي يعرفوا واللي ما يعرفوش، خطأ حتى اللي ما يعرفوش وما كلموش وما قالوا حشاد يشعر بوجوده، لكن الشيء اللي قاعد يعمل فيه. أكبر رد فعل وقع في المغرب الأقصى، المغرب الأقصى وقعت مظاهرات كبيرة جدا يوم 7 و8 ديسمبر 1952 في المغرب الأقصى وفي الدار البيضاء بصورة خاصة وفي منطقة شعبية كبيرة تسمى الكاريير سنترال. وبدأ إضراب عام سيتطور فيما بعد إلى ثورة مسلحة في المغرب الأقصى. فالثورة المسلحة في المغرب الأقصى كانت في بدايتها حركة احتجاجية على اغتيال فرحات حشاد، وهذا دليل على المكان التي كان يتمتع بها فرحات حشاد لدى الحركات النقابية في العالم، وخاصة في العالم المناضل من أجل التحرر. نظرياً وعملياً من الطبيعي أن الاستعمار في أي بلد كان يضرب الرأس، عندنا إحنا المثل أضرب الرأس تنشف العروق. كزاه له واحد صحافي قال له أنت حياتك مهدّة بالموت، قال له فما 3 زعماء في تونس، فما بورقيبة، فما صلاح بن يوسف، وفما أنا، إلى ما يموتش منا واحد تونس ما تخلص استقلالها، أنا مستعد تونس نخدمها ميت وحي. معناها مش خايف وعارف روحه كيف مش يموت الشيء مش يكبر أكثر. وهو مش يقولوا باش نبدأ مرتاحين، يلزمنا أما نقتل برقيب ولا نقتل فرحة حشاد. برقيب ما واجه عندهم،
في المنفى على خاطر بورقيبة هزو ل 18 جانفي 52 مشى 18 جانفي 52 بورقيبة هزو تبرقة وبعد تالي لقاليتي. قال نهار نقعد وجاني جدني ورقة صغيرة مع بحار في لقاليت نلقاها ما فرحات فهمت. قال له سوية ترانكيل لا تونيزي تمارش. وأذكر أنه يوم من الأيام قال لي لابد أن يموت واحد إما أنا أو بورقيبة حتى ربما يفتح الباب إلى بعض الشيء بالنسبة للتحرر. المقاومه مولات مقاومه بيتم معنى الكلمه كان بعد موت فرعات بعد قتل فرعات واللي بداوا فيها نقابيين بزوفري عمال. الحركه ما تحركت في البلاد والثوره نتاع تونس الا ما موت فرعات حشد. ردود الفعل بصوره عامه كانت ايضا تجذير العمل الوطني وكثير من المناضلين صعدوا للجبال بعد اغتيال حشاد لأنهم عرفوا أن فرنسا لن تستجير لمطالب الوطنيين إلا باستعمال القوة. ولهناك شهادات كثيرة جدا من المقاومين والمناضلين أنهم رفعوا السلاح وصعدوا للجبل بعد اغتيال حشاد لأنهم عرفوا أن فرنسا لن تستجيب لمطالب الوطنيين بالطرق السلمية. باغتيال حشاد يمكن القول أن الذين أرادوا اغتياله قد حققوا ما اغتالوه من أجله أي القضاء على زعيم له دور كبير. وقعت عملية رد فعل مباشر فيما يعرف بكوموندوس فرحات حشاد. كوموندوس فرحات حشاد هذا هو وقع تهيئته بطرابلس، وطرابلس كانت في الواقع القاعدة الخلفية للوطنيين التونسيين. وعندما وقع اغتيال حشاد تكونت مجموعة من المتطوعين فيها 16 متطوع بتنظيم وبقيادة أنذاك علي زليتني، لكن هذا الكوموندوس لم يكن مهيئ بالطرق الأمنية الضرورية لأن المخابرات الفرنسية كانت علمت بهذا الكوموندوس وكانت تعرف بذلك. ورغم بطولة وفي الواقع صمود هؤلاء المناضلين وقعت معركة كبيرة جدا يوم 13 ديسمبر بين هؤلاء المقاومين والجيش الفرنسي في منطقة في جنوب بنقردان في جنوب تطاوين تسمى جبل الرهاش. وهذه المعركة استبسل فيها الوطنيون لكن قتلوا تقريبا كلهم ما عدا ثلاثة تمكنوا من الفرار. وهؤلاء إذن الثلاثة في الواقع وقع القبض عليهم فيما بعد. وهذه صورة لهؤلاء، هذه صورة للثلاثة. ولنا هنا أحميد جواني، علي بن سعد بن مسعود، وأحسن بن عتيق جبو. J'étais convoqué par ce fameux capitaine Fiat qui s'est présenté, qui était à la résidence générale à Rabat, et qui m'a dit voilà, vous allez rentrer dans une organisation qui s'appelle la Main Rouge. Il m'a dit je vais vous expliquer comment que ça se passe, ce qu'on fait, etc. Et puis maintenant vous avez une semaine pour réfléchir et refuser. Vous pouvez refuser. Ben, j'ai dit non, c'est pas la peine d'attendre, moi ça m'intéresse. Et voilà comment je suis rentré dans la Main Rouge. هناك كثير من الوساوس والاعتبارات اللي اولا تجرم القوى الاستعماريه اولا وربما اخرا. الجريمه معناها هي جريمه القوى الاستعماريه في تونس والجاليه الفرنسيه المتطرفه في تونس، لان فرحات حشاد جمع عداوه أهل الاستثمار الاستعماري وعداوة
أهل الاستعمار السياسي. اليد الحمراء آنذاك قامت بأكثر من 40 عملية آنذاك ضد الوطنيين، وهذه العملية تمثلت خاصة في عملية تفجيرات وقعت في منازل بعض المناضلين أو كذلك في بعض الدكاكين أو رمي قنابل في بعض المقاهي إلى غير ذلك. في تزارك عملوا للعباد، دخلوا لدار واحد مقاول ذبحوا له مرته وأولاده قدامه. اليد الحمراء لم تقم باغتيال فرحات حشاد فقط، يعني هي قامت باغتيال مجموعة المواطنيين أبرزهم فرحات حشاد والهادي شاك. Le premier attentat important qu'il y a eu c'était en Tunisie. C'était l'affaire Ferratachet. Parce que si vous voulez la mer rouge elle a démarré là. Mais pas structuré, vous savez, c'était un petit groupe comme ça qui s'est monté avec un commissaire de police. C'était pas structuré. C'est après le capitaine Fillette qui a tout repris en main et qui a structuré la mer rouge. مبدئيا فيه تنظيم متطرف، هذا مبدئيا ظاهريا فما تنظيم متطرف اسمه اليد الحمراء، هذا في الواقع فرع من الأصل، تخلص الإدارة الرسمية من المسؤوليات التي سيقع تحملها في منظمة متطرفة، ولكن المنظمة المتطرفة لا يمكن أن يجهل وجودها. L'affaire Ferratachet s'est faite certes par cette organisation qui a été éphémère en Tunisie dans la mer Rouge, mais avec quand même des accords gouvernementaux tunisiens et français. وقع اغتياله كما تعرفون من او اتهموا في ذلك اليد عصابه اليد الحمراء، وعصابه اليد الحمراء في الحقيقه هي عناصرها عناصر من الشرطه، لكنها اذا تكوين او تنظيم غير رسمي. فقام باغتياله في 5 ديسمبر 1952 دون ان تكشف الوثائق لحد الان، دون ان تكشف الوثائق حول هذه العمليه لحد الان. من الناحيه التاريخيه لم يعد الان موضع شك ان اليد الحمراء قامت بهذه العمليه، ولكن موضوع الخلاف هو ما هي اليد الحمراء، يعني هل هي منظمة إرهابية مستقلة تتمتع بغطاء من بعض عوائل البوليس أو هي ذراع لجهاز المخابرات الفرنسية؟ Le patron qui était un officier français, c'est lui était en relation directe à l'époque avec le président du conseil, ce qu'on appelle maintenant le premier ministre. Et les ordres étaient donnés directement. C'est pas le capitaine qui disait tiens demain faut aller faire monsieur Dupont. Les ordres venaient de France. Le maire du Boy, les ordres sont venus de France. بشهادة أحد عناصر اليد الحمراء، وهذا الشخص اسمه أنطوان ميليرو، وكتب كتاب سنة 1997 أصدره في باريس اسمه لا مان روج لارمي سكريت دو لا ريبوبليك، اليد الحمراء الجيش السري للجمهورية. وهذا الكتاب بين وأعطى يعني كثير من الأسرار على أن اليد الحمراء كانت تابعة في الواقع للمخابرات الفرنسية. من اغتال حشاد هي عصابة اليد الحمراء المقربة من السلطات الرسمية والمقربة من الإقامة العامة الفرنسية، وهناك بعض المصادر التي تتحدث عن أن المقيم العام الفرنسي بتونس هو الذي قد يكون أمر أو سمح باغتيال فرحات حشاد، أي أن الأمر خطط له في الدوائر العليا لنظام الحماية التونسية. وبالتالي وهناك المذكرات في الحقيقة، وهناك الكثير من الوثائق التي تؤكد أن من اغتال فرحات حشاد هم فعلا الذين وجه إليهم الاتهام آنذاك، وهي عصابة اليد الحمراء المتطرفة الفرنسية. الآن هناك توجه أو شبه قناعة لدى المؤرخين أن هذه المنظمة كانت ذراع من أذرع المخابرات الفرنسية ينفذ عمليات تقرر المخابرات أنها في مصلحة فرنسا وتخدم المصالح الفرنسية العليا. الإقامة العامة أخرجت صورة أن القتيل قتل من طرف التونسيين في إطار تصفية حسابات وكذلك أيضا في إطار الصراع على الزعامة، حتى أنهم أخرجوا على أن حشاد أصبح
نوعا ما يضلل خاصة على بورقيبة وصالح بن يوسف وغير ذلك. السلطات الفرنسية حاولت أن تثير الشبهات حول تورط بعض زعماء الحركة الوطنية وحتى القصر ممثلا في الشاذلي باي في عملية الاغتيال. Le rôle de Bourguiba il était prépondérant hein, lui là qui a bénéficié de la mort de Ferrat Hachette en premier lieu c'est Bourguiba. En deuxième lieu la France les Français ça les intéressait que ce soit Bourguiba et pas Ferrat Hachette. يعني أول من أثار الشبهات حول تورط بورقيبة في العملية هو الاستعمار والصحافة الاستعمارية، ولكن بعد الاستقلال وبعد ما شهده الناس من استبداد ومن انغلاق في النظام السياسي أحس الناس بوطأة خسارة حشاد، فكأنه في محاولة للثأر من النظام الجديد أعيد إحياء هذه الإشاعة وهذه ممكن نقول هذه الأوهام. في فترة معينة من تاريخ البلاد التونسية في تاريخ دولة الاستقلال كثر اللغط حول دور ما لبورقيبة في إقصاء فرحة حشاد، أو ربما حتى لو أن بورقيبة لم يغتل أو لم يشارك في اغتيال فرحة حشاد ربما حصل لديه ارتياح من اغتيال فرحة حشاد. أنا أستبعد الأمرين. بورقيبة ولن كان منفي في تلك الفترة، لم يكن خسارة حشاد كانت خسارة كبيرة وأساسية لبورقيبة وللحركة الوطنية، لم يكن بين الرجلين عداوة، يمكن كان اختلاف في الاجتهادات ولكن لم يكن بينهما عداوة، بل كان هناك تفاهم وتنسيق على مستوى عال وخدمات متبادلة في خدمة القضية الوطنية، فيعني لا يمكن الاعتماد على مثل هذه الإشاعات. يعني D'après les gens que j'ai vus, des gens du Néo-Desto que j'ai vus, j'ai pas vu n'importe qui, ça paraît, mais c'est clair comme l'eau de roche. Bourguiba savait qu'on allait tuer Ferrat Hachette et ça l'arrangeait. Et ça arrangeait aussi le gouvernement français. Puisque le groupe qui est chargé de faire ça, il est après, il n'est pas condamné, il n'est pas poursuivi. Il est tout de suite renvoyé en France. بتفاهم بين السلطة التونسية والسلطة الفرنسية وقع إطلاق سراح هؤلاء، وبتدخل وزير الداخلية آنذاك الفرنسي فرانسوا ميتيران الذي أصبح رئيس لفرنسا فيما بعد، وقع ترحيلهم عن طريق طائرة عسكرية من في صيف 1956 من بنزرت. صحيح أنه كان هناك مشكل زعامة كبير لدى بورقيبة، ولكن لا أعتقد أنه تجاه فرحة حشاد كان يعني هذا المشكل، لا أعتقد أنه كان مطروحا باعتبار أنه كان هناك تقسيم في المهام. بورقيبة كان ينشط في الجانب الوطني وحشاد كان يساعد النشاط الوطني في الجانب النقابي. On avait peur qu'il mette des bâtons dans les roues à Bourguiba. Non, il avait du poids Bourguiba. Ferrat Hachette, je suis sûr que si Ferrat Hachette avait voulu, bon, il a été tué, mais vivant. Il aurait pu empêcher l'accession de Bourguiba au trône. Lui, il aurait pu être lui le patron de la Tunisie. Je vois parce que l'indépendance était prévue de longue date. Hein, l'indépendance de la Tunisie, c'était la première d'ailleurs, de longue date. On savait que de toute façon, il y allait avoir l'indépendance de la Tunisie et on voulait que la tête de ce pays soit un ami de la France. C'est tout. Et la France a choisi Bourguiba. النقابات ككل مكونات المجتمع المدني من منظمات من جمعيات من أحزاب لابد أن تكون متجذرة في مجتمعها وفي هويته العربية الإسلامية. فحشاد بصفته رجل مسلم رجل مؤمن ابن هالشعب هذايا وقريب من ثقافته وقريب من عامة الناس متاعه، فشخصيته هذه وشخصية الناس اللي أسوا معه جعل أن اتحاد الشغل منذ تأسيسه كان قريب من هوية الشعب هذه العربية الإسلامية وقريب من اللغة اللي يفهمها الشعب. تقرر أنه يبلغ حاجة للشعب التونسي، فحررت أنا النص وقبل النص كله تماما، وزاد فقط عندما كتبت أنا وسننتصر لا محالة، هو زاد وبحول الله بحول الله بحول الله. أعتقد وأن فرحة حشاد
على ما كان عليه من إخلاص ومن شعاع ومن لا يتناقش في موضوع هويته، وهويته الله الإسلام، مسلم مؤمن فقط. حشاد يمكن يكون من القلائل في من زعماء الحركة الوطنية اللي صعب تصنيفه ايديولوجيا، يعني موضوع الهوية طبعا ليست موضوع أساسية في عمله، هو رئيس النقابة وينظر لكل المسائل من خلال مصالح الشغالين، كما كتب أكثر من مرة، حتى قضية التحرر الوطني، حتى قضية الحريات السياسية، قضية التمثيل البرلماني، كله ينظر لها من خلال مصلحة الشغالين. لا غرابة أن من أشهر ما تقال عن حشاد وما سجل عنه كلمته الشهيرة هذيك: أحبك يا شعب. فهو زعيم نقابي والاتحاد منظمة نقابية، ولكن يعتبر روحه يأطر الشعب ويدافع على الشعب وقريب للشعب. المؤرخ لا يشتغل على الافتراضات، ولكن لنفترض جدلا أنه الأمر وقع بهذه الطريقة وأنه لم يقع اغتيال فرحة حشاد. الأكيد أن الأمر كان سيتغير كثيرا، باعتبار أنه فرحة حشاد سيدخل الاستقلال من منطلق الشريك الفعلي والرئيسي في الحصول على الاستقلال، ولن يكون بإمكان بورقيبة في نظري أن يتصرف بالطريقة التي تصرف بها فيما بعد. لو بقي حشاد كيف كانت تسير الأمور في دولة الاستقلال؟ أكيد أن حشاد كان سيمثل، إذا لم يكن مشاركا شراكة أصيلة في الحكم، كان سيمثل قوة مضادة ذات وزن.